أنا اسمي فراس أبو السعود من سكان نابلس، خريج جامعة النجاح كلية الاي تي. مريت في كثير شغلات في حياتي وتجارب، خلينا نحكي سواء على الصعيد الشخصي أو الشغل. يعني اشتغلت في مجال الإعلام نوعا ما، اشتغلت في مجال البرمجة، اشتغلت في مجال المطاعم، في التسويق وكل هاي الأمور. بس بصراحة مع الوقت يعني حسيت إنه حلو جدا الواحد يوصل لمرحلة إنه يكون ملك نفسه، يعني يستقر بذاته، قراراته من ذاته، ما يكون فيه الروتين اللي احنا بنشوفه في كل الوظائف. بلاش نحكي ما يكون فيه التعب، التعب دائما موجود، بس اقل ما فيها بيكون التعب وقتها له. مع الوقت وصلت لمرحلة انه لازم اعمل اشي لي، حتى لو كان صعب الاشي، حتى لو كانت الظروف اللي بنمر فيها صعبة من كل النواحي، سواء المادية النفسية، الكورونا اللي احنا حتى بنمر فيها، وكتير شغلات تانية. فطلعت في فكرة الأوتوبيس. فكرة الأوتوبيس شوي مختلفة عن الموجود لأكثر من سبب. إنه بالنهاية المنافسة عالية، زائد بالنهاية لكل المطاعم وكل الكوفي شوبات بتقدم عصائر بارد وساخن وحلويات وهي الأمور، بس لابد الواحد يضيف إشي مش موجود أو حتى يضيف اللمسة الخاصة فيه. من هون طلعت فكرة الأوتوبيس. بالنهاية هو بيقدم مشارب بارد ساخن حلويات. المشارب الباردة بتكون أشياء فريش، ميلك شيكات، عصائر، آيس كوفي وهي الأمور. فإحنا ضفنا موضوع إنه نكتب اسم الزبون بطريقة لطيفة مع عبارات حلوة، مثلا ممكن تغير موده لليوم، زاد عبارة من أغنية أو حكمة أو نهفة أو أفيه من الأفيهات اللي بنسمعها، اللي احنا بنتمنى وان شاء الله عن قريب انه ينشر في باقي المدن ويصير، خلينا نحكي اشي لما تحكي اتوبيس يعني بنعرف اقل ما فيها بنعرفه او له فاليو مختلف عن الموجود. من اهم الاسباب المشاكل اللي واجهتنا في موضوع الاتوبيس، اول شيء موضوع اكيد بالمقام الاول كورونا، الظروف المادية، المنافسة الموجودة، الشوب اللي احنا بنمر فيه خاصة جوا الباص كتير الموضوع حام، فبنحاول نتغلب على هذا الموضوع قدر الامكان. الاحباط من الناس اللي حوالينا، يعني حتى الناس القراب بنتفاجأ مرات او بننصدم فيهم انه شو بدك في هالشغلة وغيرك اشطر، او ممكن تقلل من قيمة حالك بحكم انه باص يعني اشي نوعا ما سوقي، خلينا نحكي، بس اكيد مش لا. بالنهاية برجع بقول انه اشي خاص فينا ورح نكبر فيه مع بعض ان شاء الله.